لعشاق لعبة سوبر ماريو، هل تفكر أن تعيش اللعبة في الحياة الواقعية؟ أخيراً، بعد أشهر من التأخيرات بسبب الوباء، تم افتتاح نينتندو أول مدينة ترفيهية على الإطلاق تضم جولة ماريو كارت في قلعة باورز الواقعية في اليابان، حيث تعد منطقة الجذب التي يبدو محيطها وكأنه مصنوع من البلوكات الشبيهة بمجموعة ألعاب سوبر ماريو جزءاً من منتزه يونيفرسال ستوديوز الترفيهي الموجود في مدينة أوساكا الغربية. وقد ظهرت أول لعبة سوبر ماريو في عام 1985 من نينتندو واستندت على شخصية ماريو الذي يتجاوز ويقفز العقبات في كل مرحلة لجمع العملات المعدنية وإنقاذ الأميرة بيتش من سلاحف كوبا الشريرة. وقد قال مدير الاتصالات التسويقية في المنتزه: لقد أعدنا تصميم عالم اللعبة تماماً، ستجد نباتات سمكة الفيرانا بالحجم الطبيعي وسترى كيف يبدو الأمر عندما تكون أنت ماريو. وأضاف: استغرق الأمر ما يقرب من عام، وهذه المدة أطول مما توقعنا لافتتاح هذا المكان، ونحن سعداء حقا. يتم تشغيل الموسيقى من ألعاب ماريو الشهيرة في جميع أنحاء المنتزه، ويسمح سوار المعصم المرتبط بالهاتف الذكي للزوار بجمع العملات الافتراضية عن طريق تثقيب الكتل تماماً مثل السباك الإيطالي. كذلك تستخدم نظارات الواقع المعزز الملحقة بحاجب بلاستيكي أحمر من ركوب ماريو كارت. تتبع الرحلة مساراً حول القلعة حيث يسكن عدو ماريو وهو سلحفات شريرة، لكن كل مقعد به عجلة قيادة ويمكن للاعبين جمع العناصر وإطلاقها على الخصوم. كذلك تفتخر المنطقة برحلة تعتمد على الديناصور الأخضر اللطيف يوشي وقلعة الخوخ والمطاعم التي تحمل طابع ماريو وشخصيات بالحجم الطبيعي من مملكة الفطر. وقال المعجبون أنهم سعداء بافتتاح المنتزه الذي طال انتظاره والذي تكلف أكثر من 550 مليون دولار، حتى أن شيجارو مياموتو المبتكر الأساسي للعبة قام بجولة في المنتزه، وفي نهاية الجولة قال إن رؤية الحديقة في الحياة الواقعية تترك انطباعا كبيرا.